أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا مرة ثانية في ساعتنا الثانية من صباح الشروق، والساعة الثانية حاضرة دائما بأهم الأخبار على موقع شروق نت وتحليلا لأهم الأخبار الواردة صباحا في موقع شروق نت. معنا داخل الاستوديو الأستاذ الشيخ يوسف رئيس تحرير موقع شروق نت. أهلا ومرحبا بك أستاذ، كيف حالك؟ وعليكم السلام ومرحبا بكم وبمشاهدكم الكريم في كل مكان. أهلا وسهلا. نبدأ بهذا الخبر عبر شبكة شروق نت. اتفاق بين الخرطوم واشنطن على رفع التمثيل الدبلوماسي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن اتفاقا تم مع الخرطوم للعودة لتبادل السفراء بعد انقطاع استمر 23 سنة. وذكرت الوزارة في بيان لها أن القرار خطوة مهمة في طريق تقوية العلاقات بين السودان والولايات المتحدة. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء قرار بلاده ترفيع التمثيل الدبلوماسي مع السودان وتبادل السفراء بعد فجوة استمرت لقرابة ربع قرن على حد التعبير. وقال بومبيو: ترحب وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبا حارا برئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في أول زيارة له إلى واشنطن. يسرنا أن نعلن أن الولايات المتحدة والسودان قد قررت بدء عملية تبادل السفراء بعد جفوة استمرت 23 عاما. وأشار إلى أن القرار يعد خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان. أستاذ الشيخ، هنتكلم عن هذا الجانب المشرق لنقدر نقول للسودان وعودة مجددا العلاقة مع الولايات المتحدة، ممكن تشمل جوانب أخرى وعديدة تهم مصلحة السودان في المقام الأول واقتصاده. والله هو طبعا ظاهريا بيبدو أنه الأمر ونتمناه أنه يكون خطوة للأمام في إصلاح العلاقات مع أمريكا بعودة، لأن السفارة الأمريكية سواء كان فيها قائم بأعمال أو سفير هي سفارة تقريبا من أكبر السفارات في أفريقيا، يعني مبنى ومعنى يعني. والسودان بلد مهم جدا لأفريقيا، وصحيح أنا طلعت كان على حديث للخبير الاستراتيجي البريطاني السوداني صلاح البندر، تكلم عن انه يعني امريكا عندها مشكلات حقيقيه مع السودانيين كسودانيين، يعني في اشكالات عبر التاريخ يجب انه هي تزال. لكن انا بعتقد حتى ان صوبت حديث البندر، بعتقد انه امريكا من مصلحتها انها تقترب من السودان اكثر من وتستخدم الجذر اكثر من العصا، يعني مع السودان، لانه دوله مفيده بالنسبه لها. أنا بتخيل أنه رفع التمثيل الدبلوماسي لسفارة بعد ذاك شوية كده ممكن يشهد لقدام، ما كثير لأن السودانيين يعني بيجينا ما قادرين ذاتنا ننتظر، وبقت لنا زي الأحجية كأنه أنه رفعوها ما رفعوها. نتمنى أنه يعني الأخ حمدوك يعود وفي يده يعني البشريات يعني. طيب نقدر نقول انه امريكا التمست من خلال الواقع الان والمشهد الديمقراطي في السودان وجود الحركات المسلحه او حركات الكفاح المسلحه للتفاوض من اجل احلال عمليه السلام، هذه النقطه او هذه الميزه، حتى انه من القائم بالاعمال انه يعني تبادل عمليه التمثيل الدبلوماسي الى سفير. هل ممكن انه امريكا هي حست بالامان تجاه السودان ومن خلال البشرات الطيبه التي قام بها حمدوك من خلال زيارته للولايات المتحده؟ امريكا بالنسبه لها المشاكل الكرونيك مع السودان دي كده نخليها، لكن حتى المشاكل الانيه مع السودان لو لاحظت الكلام بتاع بومبيو اللي اتكلم فيه بتاع طوالي اشار للحركات الكفاح المسلح، يعني بالنسبه لها وحتى بالنسبه لنا نحن يعني ما ناس المركز ما مهمين كثير كذا، انه كونه الاحزاب جات ولا احزاب ما فرقوا كثير بين حزب المؤتمر الوطني ولا الحزب الشيوعي ولا الحزب، ما في كلها احزاب مركز، لكن لابد انه القضايا الهامش تو بي سيتلد على اساس انه خلاص ما في اشكالات ثانيه. ما هي اصلا الاحتقانات بتجي من وين؟ ما بتجي من التهميش والاحساس بالتهميش. فالامريكان ركزوا على الملف بتاعها. نتمنى انه حكومه حمدوك برضه تخطو خطوات في اتجاه السلام الدائم وفي اتجاه عوده الحركات الكفاح المسلح ومشاركتها حتى في الحكومه يعني. لكن استاذ الشيخ، يعني كل ما مرت تكون هنالك وعودات حبيسه الادراج بالنسبه للولايات المتحده من اجل رفع اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب، يعني كان في 17 و2000 رفع العقوبات الاقتصاديه عن السودان. امريكا دائما تربط ازاله اسم السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب بملفات كثيره، اخرها احلال عمليه السلام. يعني هل ممكن في القريب العاجل من خلال يعني ديسمبر حيكون ان شاء الله
نأمل أن يكون ختام لجولات التفاوض حتى أنه تتم عملية إحلال السلام ما بين حركات الكفاح المسلح والحكومة الانتقالية؟ والله نتمنى أن الناس يأخذوا الأمور المهمة بالنسبة لرفعنا من العقوبات بجدية. أمريكا غير تحفظاتها التاريخية عن السودان والسودانيين وتحفظ، لكن حتى حديث الآن العقوبات ما كان في، يعني أي صحيح إحنا بنفتكر أنه ذهاب البشير خلاص طوالي يلا رفعوا العقوبات، موضوع ما كان البشير في الأساس، البشير ظاهرة من ظواهر سودانية هم عندهم فيها رأي يعني كويس، والأمريكان يعني في أشياء كثيرة في علاقاتنا بالدول في 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 تعاطينا مع السياسة في لأنه حتى السيد صادق المهدي كان بيحاول طيلة فترته الديمقراطية ورجل منتخب بيحاول إعادة العلاقات مع أمريكا، ده قبل ما تصدر العقوبات الشنيعة في عهد كلينتون. فأنا بفتكر أنه عندنا في حكومة عند حكومة الأخ حمدوك أهم ملف هو ملف السلام.